بما انه في ابلكيشنز عم نستعملهم او عم بيكون في ابلكيشنز تستعمل للابتزاز او بتساعد على تحصيل اكبر قدر ممكن يمكن من المعلومات فينا نقول، طيب في ادوات بالتواصل تعتبر هي الاكثر امانا، يعني خليني اقول بين فيسبوك انستغرام تويتر او حتى واتساب، لانه واتساب صراحه ما بنقدر نستغنى عنه كل نهار، وتليجرام وغيرهم، في يمكن هلا اللي هامن نعم ايه اللي هامن ابلكيشن فيهم هو التليجرام. نعم تمام. نعم وعندك الانستغرام كمان فيه شويه سكيورتي، نعم بس طبعا يعني هول كل البرامج فيه اي حدا يخترق بهيدي البرامج بوسيله ما. تمام. وهيدا الشيء نحن لازم نكون نحن واعيين، مش اي لينك بينبعت لنا خلص بنفوت عليه، مش اي خبر بفوت بكون بقلبه لينك لازم نفوت. نعم بالعكس هيدا الشيء بضرنا، وهيدا الشيء ممكن يقدر ياخذ الاكونت، يقدر يفوتوا على التليفون من ويشوفوا كل شيء نحن بقلب التليفون، حتى من صور خاصه من اي شيء. نعم يعني ما في امان بالموضوع ابدا. ما في امان، بس في بعض الشركات عم تشتغل على هيدا الموضوع، سكيورتي اعلى وتكون في دائما ابديت جديد. اوكي. ونحن بنتمنى يعني انه يكون هيدا الشيء، بس لازم نحن يكون في وعي عند كل حدا. نعم. لحتى يعرف انه هيدي اللي اكثر شيء هن بيخترقوا عن طريق اللينكات، ما يكون في اي لينك والله بينبعث خلص حنفوت عليه ونشوف شو. طيب شو هو، لنفترض بعيدا عن موضوع اللينكات، يعني انا كيف بقدر شخص يحمي حاله اكثر من موضوع الابتزاز غير بقصة اللينكس؟ هلا هيدا الشيء بده يكون على وعي الشخص. نعم. ليقدر يحمي حاله اكثر ما بده يفوت على اي ويب سايت يعني موجود على السوشيال ميديا. نعم نعم. بده يفوت على ويب سايتات معينه ما يكون فيها هكر، ما يكون فيها لينكات كتير. هي اللينكات هي اللي أكثر شيء اللي بتوصلنا لحتى الهكر يقدر يفوت لعنا على الأكاونت أو على التليفون أو على اللابتوب. نعم. أو على الآيباد. طب ولنفترض أنه في حدا يعني تعرض للابتزاز لأنه في حدا عمل هاك لحساباته، شو الخطوات اللي لازم يعملها؟ أول شيء ما لازم نخاف. أوكي. شو نعم. ما كانت الشغلة مثلا، لو كانت البنت هي غلطانة أو بعت أي صور، كل واحد بيغلط. نعم. تمام. ولازم نبلغ الأهل ونبلغ الجهات المختصة اللي موجودة بأي بلد، هيدا الشيء هن اللي بيحمونا أكتر. تمام. نعم. إذا ضلينا نحن مخبيين على حيتمادى أكتر وأكتر وأكتر وما حنخلص من هيدا الموضوع. لا، نحن نقتصر الموضوع، ولازم نبلغ يعني الاهل، لازم نبلغ الجهات السلطات اللي موجوده باي بلد. نعم. يعني حضرتك ما بتنصح الشخص انه يتجاوب مع حالات الابتزاز اللي عم يتعرض لها، لانه ممكن انه تنهي عمله، يمكن تنهي علاقاته. لا، ما بنصح اي شخص، لانه حيتمادى اكثر واكثر، حيحس انه الشخص خايف، ما عنده ثقه بنفسه، ما عنده كذا. لا، كل انسان بيغلط، ممكن اي حدا يغلط. تمام. نعم. وممكن اي بيصلح غلطه وما في اي مشكله يعني. نعم. يعني اول شيء نواجه الخوف، بعدين نتوجه للسلطات المعنيه بهذا الموضوع.